مرحبا، أنا سعاد من السيدة ملعقة أو ليدي سباتشولا، واليوم رح أحضر معاكم حلو كتير بشهي مع لندن ديري بريميوم كاراميل كرنش آيس كريم. رح أعملها بنكهة التمر والجوز عشان تطلع شوي مثل الديت بودين كيك، ورح أعملها بقوالب عشان تقديمها يكون جدا مميز. أول إشي رح ندوب الشوكولاتة اللي رح أستعملها بقاع القوالب عشان يطلع شكلها طيب كتير. عندنا هون انا اوريدي دوبت هاي الشوكولاته، ممكن تدوبوها بحمام مائي او بالمايكرويف، تدهنوها بهاي الطريقه. هيك دهنا القوالب من جوا، بيطلع شكلهم بهاي الطريقه. وهلا بنحطهم بالثلاجه او بالفريزر عشان يجمدوا تماما عبر ما نحضر التمر والايس كريم. هلا هون عنا 250 جرام تمر، انا شلت البزر من جوا وراح احط فوقه تقريبا كوب ونص مي مغليه مع معلقه صغيره من البيكنج سودا. معلقه صغيره من البيكنج سودا، التمر حيطرى عشان نقدر نستعمله للايس كريم. طبعا يفضل انه تطلعوا الايس كريم قبل بوقت عشان شوي تطرى وتكون سهله الاستعمال ومش كتير جامده لما تخلطوها مع باقي المواد. بس بالشوكه حتقدروا انكم تعجنوه بهاي الطريقه، بده يصير مثل المعجون، وراح ازيد عليه شويه بهارات عشان يعطي نكهه كتير مميزه. عندي هون بودره قرفه، بده تقريبا معلقه صغيره، وعندي كمان بودره الهيل، كمان معلقه صغيره. الهيل والقرفه دائما مع التمر نكهتهم كتير طيبه. طبعا مثل ما قلت هلا بدنا نستخدم اللندن ديري بريميوم ايس كريم، نضيفه فوق الايس كريم، وانا بحب الجوز كتير مع التمر. فعندي هون تقريبا 80 جرام جوز، ممكن تضيفوا انواع ثانيه من المكسرات اذا بتحبوا، وبنخلط كل شيء كثير منيح. طبعا ما تخافوا انه الايس كريم اكيد بدها تدوب، لانه حنرجع ندخلها على الفريزر بعد ما نحطها بالقوالب. هيك القوالب صارت جاهزه، وشوي شوي اسقط خلطه الايس كريم بالقوالب، فهلا رح احطها بالفريزر وبنرجع لكم. شوفوا منظرهم قد ايه حلو. هلا بس بتقدروا ممكن تزينوهم شوي، ممكن تحطوا شويه جوز. شوفوا المنظر عن جد بشهي، وبتشوفوا التمر والجوز كيف قديش ظاهر، وعن جد حتى ريحتها بتشهي كثير طيبه. وهلا خلينا ندوقها. او ماي جاد بتشهي. واحلى شيء بهاي الوصفه إنه تقدروا تعملوها عشان تاكلوها بعد الإفطار وتتحلوا عليها بعد الإفطار، بيكون إشي شوي أخف من الحلويات اللي إحنا متعودين عليها. جربوها.